اللقاء تحياتي محدثكم فارس عوض سعيد بتواجدي للتعليق على احداث هذه المباراه. نيمار كارلوس البرتو نتيجه التعب. فرصه خطيره مع نيمار، فرصه متاحه، كره بتعدي من فوق العارضه، نجاح حارس المرمى في الابعاد من مسافة بعيدة. شوف اللقطة، شوف الكرة، صعب هذه الكرة تدخل. دافي كلاسن، كرة القدم الآن أصبحت أكثر تنظيما، لكن بالعودة فرصة هدف في هذه اللحظات. حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرة كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. دافي كلاسن، رمية تماس لمصلحة نابولي، مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. فيل فودن، نيمار، دال بييرو، نابولي وهاجم في هذه اللحظات، نيمار وفرصة هدف الآن. أوه عدت يا نيمار، عدت يا نيمار، فرصة هدف بتضيع، لقطة بيهدرها نيمار أمام الشباك. اللعب يستمر وأفضلية تمنح لفريق نابولي. كرة الآن مع نابولي، فرصة خطيرة مع نيمار، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة. في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرات. سيباستيان هالر، راحت الكرة، نيمار وفرصة هدف الآن. الحكم يعطي الأفضلية لمصلحة نابولي. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. الهجمة ما زالت قائمة. فرصة خطيرة مع نيمار. نيمار يسجل الآن، يضرب الآن، هدف أول عن طريق السحر البرازيلي. الله على نيمار. في المباراة تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. قرار سليم خطأ. ميخائيل أنطونيو، مايكل أنطونيو، أوهو وحدة أمام المرمى والكرة تذهب بعيدا بعد ضربة من الحارس. ديلي بليند، المباراة توقفت كثير وبالتالي حكم المباراة يحتسب الوقت بدل الضائع كـ4 دقائق. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. هذه صفرة نهاية المباراة وينجح أصحاب الأرض